محمد حمدي زكي لاعب موهوب ولا موهوم؟ بلطجي ده هزار يعني، بلطجي يعني ولا بلطجي بلطجي؟ طب ليه 31 سنة وما حسيتش ان محمد حمدي زكي عمل المشوار اللي يستحقه ويستحق امكانياته وعلى الصعيد الدولي نفس الكلام؟ انا شايف ان ده الصح. شفت النادي الاهلي كان تقيل عليك؟ افترض ان انا وحش، انا وحش ما ينفعش العب. ظلمت في الاهلي ولا الوضع اللي طلبه؟ مش ضروري يبقى امكانياتك اعلى حاجه عشان تروح، في حاجات كده بتمر عليا في الكوره وانا لازم انساها يعني. بعيدا عن حبك لابراهيم، فاكر ازاي ابراهيم سعيد كان بيهرب من التمرين؟ محمد حمدي زكي شايف دلوقتي ان هو افضل من لعيبه بتلعب اهلي وزمالك؟ انت لو كنت ساعدتني مثلا في الاهلي وكده كنت انا ممكن ابقى ادي الناس دي 10 مرات. لو ماشي بالامكانيات في ناس كتير قوي مظلومه يعني. فاكر اول جزمه لعبت بيها الجزمه الحمراء؟ وايه علاقتها بابراهيم سعيد؟ بالارقام والاحصائيات في مصر. بالارقام والاحصائيات؟ لو انت قارنت جبت كل الناس اللي في مكاني في البوزيشن وكده انا. لو عملت عينك هتستشور ولا هتمشي يمنعك الشكاك؟ الولا ولا هو حمدي زكي اهو.